أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة الأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعنوان: السيسي وفد الأطلنطي الأمريكي، علاقة القاهرة واشنطن متينة. وزير الداخلية فتح مقر مديرية أمن القاهرة. وزير الصحة يجري جراحة لمواطن في مستشفى شرم الشيخ. حظر ارتداء النقاب على طبيبات وممرضات جامعة القاهرة. الزمالك يرفض هدية الأهلي ويتعادل مع دجلة 1-1. تعرف على سبب تسمية عيد الحب بهذا الاسم، عيد الحب أو عيد العشاق أو الفالنتين. كان هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحديات الراهنة تحتم على مصر والولايات المتحدة الدفع بعلاقاتها الاستراتيجية إلى آفاق أوسع، بما ينعكس بالإيجابي ليس على البلدين صديقين فحسب، وإنما أيضا على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء السيسي اليوم الأحد وفدا من المجلس الأطلنطي الأمريكي، يضم كل من مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، ريتشارد نوني سفير الولايات المتحدة الأسبق بالقاهرة. افتتح وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وعدد من مساعدي وزير وقيادات الوزارة اليوم الأحد مقر مديرية أمن القاهرة منطقة باب الخلق بعد ترميمه. جاء ذلك عقب الانتهاء من عملية ترميم المبنى بالكامل، إذ رأى حادث التفجير الذي قام به عناصر بيت المقدس باستخدام سيارة مفخخة أمام المبنى ما تسبب في مصر 4 مواطنين وإصابة 76 آخرين، حيث استغرقت عمليات الترميم عامين بعد عملية تفجير المبنى في 24 من يناير عام 2014 الماضي. أجرى وزير الصحة والسكان دكتور أحمد عماد جراحة لمواطن مصاب بجرح قطعي في الأذن الأحد اليوم، عندما تصادف وصول مواطن استقبالي مستشفى شرم الشيخ تزامنا مع زيارة الوزير. قرر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بكلية الطب والممرضات والقائمات على رعاية المرضى بمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة اعتبارا من يوم الأحد اليوم. وأكد القرار أن الحظر يسري على القائمين على علاج ورعاية المرضى أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات الجامعة، بما فيها مستشفى قصر العين الفرنساوي. تعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت في ختام مباريات الأسبوع 18 مسابقات الدوري الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة يحتل المركز الثاني، وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 22 نقطة يحتل المركز الثالث عشر. الفالنتين مناسبة يحتفل بها كثير من الناس في بعض أنحاء العالم في 14 من شهر فبراير من كل عام، وفي الأخص في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، وأصبح هذا اليوم تحتفل به بعض دول العالم ولو بصورة رمزية وغير رسمية. يعتبر هذا اليوم التقليدي الذي يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم. بهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم مشاهدين ومشاهدي قناة الأخبار لنهاية نشرتنا الإخبارية، انتظرونا في نشرة إخبارية قادمة. شكرا، دمتم في خير وإلى اللقاء.